نشوى مصطفى فنانة أنا بحبها، مش بس لأنها كوميديانة، بس هي كوميديانة شاطرة ومجتهدة، وفي ناس بتاخد الفن كده من فوق الوش، وفي ناس بتشتغل تحس إنها بتشتغل، ويمكن عشان أنا بشتغل جامد وبذاكر وكده، فبحب بحس بالناس اللي بيبذلوا مجهود في الشغل. ونشوى من زمان جدا، من أبلة حكمت لما كانت رفيعة كده جدا ومعصعصة وكده ومطبقة شوية. ده معناه ان انا فشلت لا وتخنت. لا لا، مش هو ده فشلتي واقع. وتخنتي، بس يعني تحسنتي يا نشوى حبيبتي. في نشوى من وقتها وهي بتعمل ادوار جميله. اوعي تسيبي الكوميديا يا نشوى. اولا اهلا بيكي، اهلا بيكي، انا فرحانه جدا ان انا معاكي. اوعي تسيبي الكوميديا وتروحي للنكد. والله ما هو لو حد كتب كوميديا هنبقى موجودين، لكن لو مفيش حد بيكتب فهي بلاش المشكله النكد عندنا. والنبي، مش ناقصين. والله انا بحب الانبساط جدا، وانا شخص متفائل، يعني مهما كانت الظروف صعبه بحب ابتسم. بس هو برضو نقول للساده الكتاب يشدوا حيلهم. يشدوا حلو معانا. ايه اللي حصل لك فجأة انت على الفيسبوك بحديث السوشيال ميديا وخناقات وكده، وانت مش الشخصيات اللي بتتخانق، يعني اللي ما عندكيش خناقات وما عندكيش مواقف ومع وضد والبسوا اسود يعني ما عندكيش الحاجات دي. لا، بس الحقيقة ابتديت أرد لما المسألة يبقى اتهامات بتطال أخلاقي كمان، يعني جملة كتبتها بشكل عفوي جدا، اتشتمت بأهلي. يعني فالحقيقة ما كنت شايفة مبرر إن أنا اتشتم، نوع من الدفاع. فسرت أنا ليه قلت الجملة دي، وهي جملة الحقيقة أنا مش فاهمة إيه لزوم إن أنا اتشتم عشانها. يعني طب خلينا نرجع للحكايه من اتفضل. الاول. انت شفتي صوره احمد ومنى، الولد والبنت نهى المخطوبين، ونهى الولد والبنت المخطوبين اللي بيبيعوا بطاطا وهم خارجين جامعه لكن بيحاولوا يحسنوا دخلهم، وانا بحييهم على هذه التجربه الرائعه. الحقيقة أنا بحيي أي شاب محترم ما بيعتمدش على أهله إنه ياخد منهم مصروف وهو في السن ده، إنه ما بيقعدش يشتم في الدنيا والحياة وقاعد على القهوة أو مش قاعد على القهوة، يعني ممكن يبقى قاعد في بيتهم ماسك نسكافيه في إيده وقاعد بيشتم خلق الله، أو يعني بيشتم في حكومة بلده، أو في يعني بغض النظر عن دعمه ليها أو رفضه ليها، أنا مش مع ولا ضد. المسألة اتحولت بالنسبة لي ان انا بقى بطبل الحكومة، وان انا يمين منبطح، وان انا مش حاسة بالناس، وان انا عايزة زي الحكومة ان يبقى شاب اهله صرفوا عليه دم قلبهم ده بالظبط كده، وبقى دكتور او مهندس ويروح يبيع بطاطا. الحين ما قلتش كده خالص، انا قلت ان اي شاب عنده صحة بدل ما يقعد في البيت يعيط يشوف اكل عيشه. والله لو بيفهم في البطاطا زي احمد ربنا يكرمه، طبعا لو بيفهم في الهندسة عندنا نموذج محترم، الحقيقة مش متذكرة اسمه، بس هو مهندس محترم باع كهرباء للحكومة، اخترع حاجة. عمل، كنا استضفناه، اسمه أسامة، وعمل سولارايز باين ايجيبت او ما حاجة كده، استناش انه القوى العاملة توظفه، وعمل حاجة في الهندسة وباعها. هو كمان اشتغل بالتجارة في اللي بيفهمه. ممكن حضرتك تبقى بتفهم يعني فكرة التجارة في حد ذاتها انك تتاجر بما بدراستك، شوف انت دارس ايه وبتفهم فيه واعمل حاجة. واشتغل. مش لازم تستنى الحكومة تاكلك وتكون وتشربك. كمان، انا كمان بقول ان احمد عبقري، مش عبقريته مش انه بس باع بطاطا، ان دي خطوة هتسلمه لخطوة تانية. فكان لازم اشرح تجربتي علشان اقول الناس دي حصل بيني وبينهم تماس في نقطة رجعوني لايام انا بحترم نفسي فيها جدا، ايام زودتني جدا جدا، وايام خلتني بقيت ممثله شاطره علشان انا عشت الايام دي. انا كنت طالبه في الجامعه، وكنت في الاجازات زي كل المجموعه اللي كانت معايا كنت بشتغل في الاجازات. ابويا كان رافض، ابويا الحمد لله كان ساترني، يعني بياكلني ويشربني ويعلمني، بس انا عندي طموح اكتر ان انا اشتري كتاب، اشتري امكان يعني بلوزه، هدوم. اشتري جسمه جديده. ابويا ما كانش عنده الامكانيه انه يعني ليه حدود. فكنت انا حابه ده، ابويا قال لي لا ما ينفع، فقلت له لا كل زمايلي بيشتغلوا يعني عادي. العالم كله على فكره كده، الشباب بره كلهم بس بيعملوا كده. برضو يعني اهالينا اللي هو ايه، لا انت بنتي تشتغلي ايه وانا مش عارفه اكلكم الحاجات دي. المهم قاومت واشتغلت. ما كانش اشتغلتي عندي ايه؟ اشتغلتي ايه؟ اشتغلت حاجات كتير، منهم بياعه في العتبه، في العتبه. بياعه في محلات العتبه، المحلات وعن طريق حد زميلي برضو كان ليه ناس قرايبه في العتبه عندهم محل ملابس، فاي نشوه تحب تشتغلي. زميلي ده كان بيشتغل
في محل كشري في التحرير كان بيمسح الترابيزات. وعلى فكره زميلي مش هقول اسمه طبعا لانه مش عيب، بس باباه مؤلف مهم، مؤلف مسرح مهم يعني. فقلت له اه احب اشتغل جدا. فكنت بشتغل شهرين ونص او 3 شهور اجيب شويه فلوس اشتري بيهم حاجه او اشارك بيهم فريق تمثيل، نعمل مسابقه الاكتفاء الذاتي، ندفع كل واحد حاجه عشان نشتغل. فقلت ده وقلت ان انا مش مكسوفه خالص. لما رحت بقى المعهد ابويا رفض، قال لي انا مش هقدر، انا رسالتي معاكي بتنتهي انك تاخدي بكالوريوس، في اخوات غيرك، فعايزه تكملي 4 سنين دراسه كمان، استاذني واحده من اخواتك انها تقعد في البيت ما تكملش عليهم عشان اقدر اخليكي تدرسي كمان بكالوريوس كمان. فطبعا ما كنتش هقدر اعمل كده واقول لواحده من اخواتي لا ما تكمليش انت وانا اكمل. فالخطوه الاولى اللي هي خلتني كنت بياعه في العتبه، كنت وانا في العتبه طول اليوم ببقى جعانه جدا ومش عايزه اشتري اكل من الشارع لان ببقى يعني قرفانه شويه من الاكل، مش هاكل كشري على طول. ففكرت ان انا اروح ابيع في العتبه، اعمل وجبات في البيت واروح ابيعها لزمايلي البياعين اللي في المحلات التانيه اللي انا عارفاهم. فكنت بعمل في حدود مثلا 10 12 وجبه، كان مكسبي منهم حوالي 60 70 جنيه. برافو. على ايامي انا ده كانت كان كتير. 10 جنيه في اليوم ده انا يعني ابرطع واعزم اصحابي كمان على شاي وقهوه وحاجات. لحد برضو كانت دي خطوه لحد ما جالي فرصه ان انا اشتغل الحاجه اللي انا بحبها. وانا طالبه في المعهد جت استاذه انعام محمد علي شافتنا فاختارتني. فخطوه بتسلم خطوه. فانا بقول ان ارجوكم اي شاب يشتغل ويعتبرها خطوه، الشغل مش عيب. انا ما كانش عندي مانع امسح سلالم العماره بتاعت الناس اللي جنبينا لو هجيب فلوس بشكل محترم علشان ادرس حاجه انا بحبها. بس الفنانة نشوى مصطفى اللي هي دلوقتي بقت فن يعني فنانة في مقام النجمات ولما بتبقي موجودة الناس كلها بتعرفك وبتنزلي الشارع الناس كلها بتعرفك، ما اتكسفتيش وانتي بتقولي الكلام اطلاقا؟ ده بالعكس، ده انا افتخر جدا، اتكسف لما اقول ان انا سوري صاحبت حد صرف عليا عشان اشتري حاجة انا عايزاها. لكن انا راجل يعني، انا بتعامل برجولة مع نفسي، انا بزود نفسي وبزود قيمتي وبفتخر بنفسي، وده سندي يعني، ده تاريخي اللي بتسند عليه عشان يعني ان انا كنت حد مهم. انا عمري ما اعتمدت غير على نفسي، واتمنى ولادي يعملوا ده. ولادك بقى، وده سؤالي التاني، ولادك لما انت حكيتي الحكايه دي قالوا لك يا مامي مثلا دي موضوع يكسفنا مثلا ولا ايه؟ لا مش خلي بالكم، في انا عارفه انهم في الجامعه الالمانيه والجامعه الامريكيه بالظبط بالظبط. لا ابني انا النهارده قلت له انا رايحه مع استاذه لميس، قال لي هتكلمي في ايه ماما؟ فقلت له هتكلم عن ان انا هتكون متضايق؟ قال لي بالعكس، ده انا بفتخر جدا جدا ان انت عملتي ده وسعيد، بس من فضلك يا ماما ما تتكلميش على حاجه ثانيه. فقلت له ايه؟ قال لي ما تفضليش تقولي الحكومه عظيمه والحكومه هايله والحكومه الشباب هم اللي مش مظبوطين ومش فاهمين صح. فقلت له لا مش هقول ده، لان الحكومه بقى لها 4 شهور بس. والحكومه واخده البلد زي الجلابيه المتهلهله. في اخفاقات الحقيقه طبعا وواضحه، وانا كمواطن لمساها، مش كمواطن عندي بدفع فاتوره كهرباء وبدفع فاتوره ميه فمش هقول لا انا هطبل للحكومه ولا ههلل لها. وعايزه اقول للحكومه ارجوكم تكونوا على مستوى رئيس البلد دي. انا شايفه ان رئيس البلد الله يديله الصحه والعافيه وشكرا ليه يعني بيشتغل بايد واحده. فهو محتاج ايدين اتنين يشتغل بيهم. ف يعني ارجو ان الحكومه تبقى بتجري على نفس التون. على نفس التون، احنا حاسين ان هو بيجري اسرع كتير بكتير من مننا كلنا يعني، بس كمان من الحكومه الحقيقة. مش الحكومه بشكل كامل لكن الحقيقه، لكن لا الحقيقه هو بيجري اسرع كتير يعني. هم تقليديين جدا الحقيقه للاسف، شبه وزراء سابقين في كل المجالات. مفيش، عارفه كان نفسي في ايه يا لميس بعد اذنك؟ كان نفسي وزير الشباب، السيده وزيره التضامن الاجتماعي، سيد وزير السياحة، سيد وزير يعني السيد وزير التنمية المحلية يقابلوا أحمد ويقعدوا معاه ويدرسوه يشوفوا هو فكر إزاي. أحمد فكر بره التقليدي، هيستفيدوا جدا لو هم كمان بقوا غير تقليديين يعني. مع احترامي طبعا لمجهودهم، أكيد هم بيعملوا مجهود، لكن
احنا محتاجين مجهود بفكر مختلف. انا بس نفسي ان هم ما ياخدوش العربيه منه. انا خايفه ان هم ينكدوا على احمد وياخدوا العربيه منه ويقولوا له ادفع ضرائب مثلا ولا كده. لا لا بالعكس بالعكس، ده يعني انا شايفه ان هم لو قننوا الحقيقه. عايزه اقول حاجه كمان، احمد بتاع مصر الجديده بالنسبه لي، فعظمه احمد بتاع شبرا الخيمه ايا ما كان احمد بتاع شبرا الخيمه، انا عايزه الاثنين كمان يتساووا. يعني في احمد في شبرا الخيمه كمان اكيد بيبيع بطاطا وذره. طبعا. فارجوكم تتعاملوا مليون احمد في مليون حته. في افكار مختلفه، يعني الحكومه تقدر تجيب فلوس، الحكومه مش عارفه تجيب. مش عايزه اتكلم في حاجات يعني يعني، بس انا كمواطن بقول حاسه ان الفكر تقليدي جدا جدا وبيجوا على يعني الناس، مش هنيجي الناس مش هنيجي على الموظفين يا جماعه. في افكار ممكن تخلينا نجيب فلوس، اما واننا مش قادرين. في وزارات معنيه بانها تجيب لنا فلوس من بره زي وزاره السياحه، اما وان ظرفنا الحالي مش سامح لنا، ما نفكر في ظروفنا. ليه ما نعملش سوق مثلا اسواق اسبوعيه للشباب دي، زي مثلا سوق الجمعه ولا سوق الاحد ولا سوق الثلاث، بس يبقى بمنهج مختلف، وناخد من الشباب دول نسبه على مبيعاتهم، وناخد ضرائب على مبيعاتهم، ونديهم فرصه يشتغلوا علشان ما يبقاش عندهم وقت يفكروا في حاجات ضد البلد. مثلا يعني ليه وزير السياحه طالما احنا مش قادرين نجيب سياح من بره يزوروا اماكننا السياحيه، ليه ما نستعيرش حاجه يعني ان شاء الله مثلا ايه الكاتب المصري القلم اللي كان بيكتب بيه، ونروح نعرضها في معارض بره نلف بيها شويه فنقدر نجيب. يعني افكار مختلفه، في افكار كتيره يعني جدا. نفكر بره بره التقليدي بس. ما فكرتيش ساعات لما التمثيل بيقف شويه والسينما واقف بالنسبه لي انك ترجعي تعملي مثلا مشروع من المشروعات دي؟ بصي انا الحمد لله يعني يمكن في مرحله سنيه شويه مش محتاجه ماديا زي زمان، انا الحمد لله مستوره وعايشه بشكل الحمد لله طيب يعني، لكن فكره العمل برضو هي دي اللي بتعنيني. ايه المانع ان انا افكر؟ بس انا دلوقتي ممكن افكر مع اولادي يعني ادعمهم في مشاريع تخصهم. فرحانه ببنتي ربنا يكرمها انها فكرت هي في جامعه المانيه بتدرس فنون تطبيقيه جرافيك، لكن كمان عندها هوايه انها بتحب الخياطه. انا ما بحبهاش خالص مثلا، ولا بحب امسك ابره اساسا، ولا انا يعني جوزي مثلا عنده قميص دي حد على طول لا مش ودي يعني في قميص مثلا نشفة ده محتاج زرار من يوم ما اتجوزنا، لو سمحتي ركبي الزرار. موضوع الزرار ده ماساه بالنسبه لي انا كمان. فمريم بتحب الخياطه جدا. وطلعت ازاي تحب الخياطه وانت لان ماما أيوة بتحب الخياطه، فهي طلعت جدتها تقريبا يعني. وافكارها كويسه، بساعدها على قد ما اقدر. نزلنا اتعلمت شويه الخياطه، نزلت رحت معاها اماكن تشتري مثلا عملت بلوزه لنفسها ولبستها، فزمايلها عايزين زيها فابتدت تعمل زمايلها. برافو. ممكن تعمل اتيليه صغير مثلا او كده. لسه هو بصي هو في موسم يعني ابتدت الموسم اللي فات كسبت 7000 جنيه. وكده ده كان رقم ما شاء الله عليه. الموسم اللي بعده ما بعتش حاجه خالص. فلاقي احباطت بقى، بحاول على قد ما اقدر ادعمها انها بس انها تفكر. يعني بننزل وكاله البلح نشتري قماش. بس بلاش بقى بما انك ما بتفهميش في الخياطه ما تدعمهاش بقى فتوديها في داهيه. لا هو انا بالنسبه لها سواق مثلا، انا بالنسبه لها مرمطون، فاهمه؟ اشتري لي اعملي لي، لكن انا مش بتدخل في ذوقها خالص، هي بتعمل كل الحاجات لنفسها. عبد الرحمن ان شاء الله هيتخرج السنه دي، اتمنى زي برضو الحاجات اللي قالوا لي ترضي لبنتك تتجوز واحد بتاع بطاطا. جدا وافرح بيه جدا. لازم بس بشرط يبقى في تكافؤ بينهم في المستوى العلمي، ويبقى عندهم طموح. بالعكس انا يعني افرح جدا ان يبقى اللي تقدم لبنتي يكون حد بيشتغل من على جبينه زي ما بيقولوا. يعني جوزك كان فخور بالفكره بالكلام اللي انت قلتيه؟ هو كمان جوزي عصامي وبنى نفسه بنفسه الحمد لله. وعايزه اقول لك على حاجه اكتشفتها بعد ما سبحان الله يعني انا بعد ما ارتبطت بجوزي اكتشفت انه اول حاجه اشتغلها في حياته كان اتخرج من تجاره وقاعد على القهوه، قالوا له يعني مين عايز يسافر ليبيا؟ فانت باسبوره. فاكتشف انهم رايحين فيلم عمر المختار كان بيصور في ليبيا. ف المسؤول يعني شاف الباسبور قال له انت عارف انت جاي تشتغل ايه هنا؟ انت خريج تجاره انجلش؟ وقال له فقال له عارف جاي تشتغل ايه؟ فقال له لا. قال له انت جاي تشتغل، احنا عايزين عمال نظافه. فلو حابب ترجع. قال له لا مش حابب ارجع. فقال له لا خلاص انت هتشتغل معانا في الانتاج لان انت معاك لغات ومعاك. فاشتغل في الانتاج فيلم عمر المختار.
يعني. ياه بس ما كملش بقى، هو سافر امريكا بعد كده. بس انشغل، كانوا كانت واحد من عايزينه، اهم الافلام في الدنيا يعني. وكانوا عايزينه يكمل معاهم، لكن هو كان فضل يسافر، وسافر بقى. طب انا معلش هقطع كلامك واخد بعض الاتصالات الهاتفيه. في دمياط واضح ان في انفجار في محطه بنزين او في خط غاز على الطريق الدولي. خلونا يعني يا ريت يكون معانا حد المحافظ مثلا او مدير الامن او كده. طيب معي على الهاتف مدام نهى، اعتقد في ناس عايزه تتكلم. نهى اتفضلي. مساء الخير مدام لمي. مساء النور، اهلا بيكي، اتفضلي. هو معلش انا بس حابه اعمل نداء من خلال برنامج حضرتك لسرعه الاستجابه، بس لان ما حدش عامل حسابه تقريبا على حاجه زي كده، والوضع يعني احنا بقالنا اكتر من ثلث ساعه شايفينه بنفس السوق. ايوه، ايه بالظبط الوضع اللي حضرتك بتستغيثي هو منه؟ انا بعيد عن المكان، بس اللي احنا شايفينه هي النار بس طالعه في السماء وما فيش اي حاجه بتهدى او بتطفي. كل ده ما هو انا غالبا خط الغاز، ده خط خط غاز غاز في عدليه تقريبا، الايه يا فندم؟ خط غاز في منطقه في العدليه. العدليه. طيب يعني نتمنى انه طبعا اكيد المسؤولين هناك شافوا الانفجار ده يعني اكيد، فهم مدركين ده، بس يعني اتمنى يكون صوتك وصل. يا نوع محمود ايضا من دمياط، اتفضل يا استاذ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك، اتفضل. خط الانفجار بقى له اكتر من نص ساعه حضرتك، على كده خط على ترعه السلام، المارر اللي هو المرور اللي هو الماسوره بتاعت الغاز الطبيعي اللي مر على ترعه السلام. ده طبعا انفجار شديد جدا، ولحد الان لا قادرين نوصل حتى لمسؤولين ولا قادرين نوصل لاي حاجه، والنار شديده جدا يعني، من مساحه مغطيه المناطق اللي حواليها دي كلها. يعني يعني دي كارثه، انت المنطقه دي ماشيه وسط بيوت مثلا، ترعه السلام بجوارها قريه اولاد حمام، تنحصر ما بين قريه اولاد حمام وقريه اللي هي كفر، اللي هي هو جنب اولاد حمام على طول. ترعه السلام مره جنب اولاد حمام على طول. قوات الاطفاء مثلا وصلت ولا لسه ولا ايه؟ لسه حالا في سيارات بتبدا تخش حالا، لسه الناس حتى الانفجار ومش قادرين يوصلوا، لان هم طالعين من على الدولي، والانفجار ماسوره غاز، وماسوره غاز دي مره ومعديه من وسط قريه البصرطه. يعني الانفجار ده لو الغاز ده دخل النار دي جوه البصرطه ضيع بالبلاد، مش يعني هضيع الدنيا كلها البصرطه ان شاء والعنانيه. الله. دي خط غاز ماشي في النص، في نص البيوت. ان شاء الله المسؤولين هيوصلوا له، واكيد قوات الاطفاء والطيارات الجيش هتخش في المنطقه دي لاطفاء، وهنحاول يكون معانا حد مدير امن دمياط او المحافظ دمياط، وعايزين نفهم بس برضو هذا التفجير بسبب ايه. طيب حاجات بتحصل يعني متوقع، وحسبي الله ونعم الوكيل. بس معلش يعني هانت، يعني لا هانت، ولازم نصبر لا ولازم لا نعرف معلش ونتوقع ونتعامل ونقف وما عندناش يعني. اسمحي بالمناسبه دي، انا بس عشان بمناسبه بكره، يعني انا بقول لكل اخواتنا في الشرطه كل سنه وانتم طيبين، وعيد شرطه ان شاء الله يعني سعيد عليكم وآمن وآمن يا رب إن شاء الله، وكتر خيركم. ويعني فوق ال 800 شهيد من الشرطة، وحوالي أكتر من 18 ألف مصاب. يعني تحية للشهداء والأمهات الشهداء ولزوجاتهم ولأولادهم الأطفال. أنتوا بتعملوا عشاننا كتير جدا، وأنتوا قدمتوا أرواح ولادكم فدا للوطن، فمتشكرين. ويعني احنا قليلين قوي جنبكم، وان شاء الله يرحم الشهداء وياخدوكم كده من ايديكم على باب الجنه ان شاء الله. ايه اكتر حاجه ضايقتك في 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 القصه دي؟ انه حد يشتمك، يتهجم عليكي ويشتمك، ولا ان الناس غاضبه وخلاص؟ يعني ايه اكتر حاجه؟ هي فكره الغضب في المطلق، وفكره الرفض في المطلق، وفكره ان اي حد يكتب ايجابيه فيبقى ده يميني ومنبطح وما عندوش وبيطبل يعني الحكومه. يعني اي حد بيتكلم على البنى يبقى بس بيطبل. وانا ما جبتش خالص سيره الحكومه ولا سيره الدوله، بل حتى لو يعني ايه يعني المشكله؟ لا مش اتهام يعني. انا بحب بلدي جدا جدا، واتمنى ان احنا نبقى احسن بلد في الدنيا، وان شاء الله هنكون ان شاء الله جدا يعني، المؤشرات كلها بتقول دي. وبعدين الحكومه فعلا بقى لها 4 شهور يعني هجومنا المستمر عليها، يعني نتأنى واللي مش مظبوط، رئاسة الرئيس قال اللي مش مظبوط هيمشي ويجي حد مظبوط بيشتغل، اللي مش هيشتغل مع السلامة يعني. بس ايه السيلفي مع سيدنا الموت؟ دي انا يعني ليا محاولات في الكتابة كده، فسيلفي مع سيدنا الموت دي مونودراما انا كتباها قدمتها في هيئة المسرح. اول مرة تكتبي؟
هو الحقيقه العراب بالنسبه لي في الموضوع ده دكتور ياسر ايوب، صديقي ورئيس تحرير مجله 7 ايام، كان اكتشفني في موضوع الكتابه، فابتديت اكتب مقالات في المجله عنده، مش بشكل محترف دائم يعني، بس لما موقف بيمسني بكتب فيه، فلقيته استحسن ده. الحقيقه كان عندي فكره مسرحيه، شكل دراما مختلف غير المستوى الاحترافي اللي بعمله يعني، فطلبت من دكتور انه يساعدني في كتابتها، لانه دكتور بيكتب كمان دراما يعني، كاتب مسلسل بديع، بس للاسف البطل راجل. ف بس سيلفي مع سيدنا الموت، ده اسمه صعب قوي. هو حوار بين بني ادمه عاشت حياتها، فاكتشفت انها طول الفتره دي عاشت حياتها نص نص، ما استمتعتش بشكل كامل، ما حزنتش بشكل كامل، كله نص نص. اكتشفت ان الموت هو الحالة الوحيدة اللي فيها كمال مطلق في الفناء، يعني الموت ما فيهوش نص نص. ايه النكد ده يا مش نشوى؟ نكد، النكد ده يا نشوى حبيبتي ليه كده يا ماما؟ يعني هو مش نكد خالص، هو واقع ان احنا بنخاف من حاجة هي الحاجة الوحيدة الكاملة دي، حاجة عظيمة، الحقيقة الوحيدة، وحاجة عظيمة مش حاجة مرعبة زي ما احنا مصورينها لنفسنا. يعني انا ظني ان الحياة الثانية هتكون اعظم واجمل، دي كده فترة عشان نشوف، لما نشوف حلاوة الحالة التانية إن شاء الله نبقى مبسوطين بيها. طب في اتصالات هاتفية كثيرة، تريز اتفضلي يا تريز. مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيبة، أنت طيبة، والشرطة طيبة، أمين، وجيشنا طيب، ورئيسنا طيب، ومدام نشوى، وكل فنان ملتزم حاسس بقيمة بلده، وكل أم طلعت ولادها يحبوا البلد دي ويعشقوا ترابها، كل زوجة ضحت بزوجها وأبو أولادها شهيد للوطن، احنا بنقول لها احنا وراكي، احنا امهات ليكي وجدود لاولادك، انا ست كبيره طبعا، واحنا تحت امر بلدنا، لو قالت لنا انزلوا اكنسوا الشوارع هنكنس، لان احنا عندنا رئيس محترم جدا جدا رفع راسنا في كل حته، نور عينينا على اهميه حب بلدنا، علم ولادنا اللي ما يعرفوش يعني ايه انسان ينزل ويشيل بلده ويقف بيها كده وصدره مفتوح للعالم، يقول لهم انا هنقذ بلدي من اللي كان هيحصل فيها. صحيح، بشكرك يا تريز. لو سمحتوا ارحموا شويه الشرطه والجيش عشان نبتدي نتبني. صحيح. ارحموا الرئيس اللي بيدي، اللي مش عايز حاجه، مش عايز حاجه مننا، هو عايز بلده تبقى حلوه لينا احنا مش لحد تاني، لاولادنا، للاجيال اللي جايه، لكل واحدة فينا ضحت وربت ولادها وعايزاهم يعيشوا طبعا كلنا عايزين ولادنا يعيشوا بشكل أفضل ويعيشوا في البلد دي وما يمشوش ويسيبوها. ميرسي يا تريز. سعاد اتفضلي يا سعاد. أهلا بيك حبيبتي. أهلا بيك اتفضلي. زي حبيبتنا فنانتنا الجميلة بنت البلد الجدعة الشجاعة. أهلا وسهلا حبيبتي. أهلا بحضرتك. انت حطيتي نقطة جميلة جدا جدا عجبتني فيك، وقلت الري شغال بإيد واحدة، فعلا فعلا شغال بإيد واحدة، ربنا يعين إن شاء الله. مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد، الوزراء كل اللي شغالين تحت إيديهم مش شايفين شغلهم، فبحييكي على النقطة دي. ربنا يعينه، وهو قدها وقدود إن شاء الله، طالما ربنا مكنه إنه يكون رئيس البلد دي، فإن شاء الله ربنا هيعينه بإذن الله. شكرا يا سعاد. مين معانا؟ طيب غير سيلفي ده هتعمليه ازاي؟ ده مسرحيه؟ دراما، وقدمتها لهيئه المسرح، اتمنى استاذ فتوح احمد يدرجها في الخطه الجايه، لو كانت مش هتكون في الخطه ممكن اعملها قطاع خاص، لا في الهناجر يعني. يعني وزاره الثقافه فيها منافس كتير يعني، اتمنى طبعا اعملها في مكاني يعني، انا عضو في هيئه المسرح، فيا ريت ان شاء الله اعملها في الهيئه. اخبار التمثيل التاني ايه؟ المسلسلات بقى والافلام وكده؟ الحقيقه عندي سيناريوهات كتير قوي بختار بينهم. كوميدي ولا مش كوميدي؟ لا خالص، ما فيش سيناريوهات خالص، انا ده الرد التقليدي. بس لا، انا ما تعرضش عليا حاجه خالص السنه دي، لكن ممكن اروح اعاره، لان انا معروض عليا في الخليج اكتر من عمل، عمل في الكويت واثنين في الامارات، فان شاء الله غالبا هيبقى في عمل منهم حوافي عليه ان شاء الله. طيب معايا على الهاتف سيادة اللواء فيصل الدويدار. طيب هنرجع له تاني من دمياط عشان نعرف بالظبط ايه ماذا يحدث في دمياط. إعارة ده يعني ايه؟ يعني يبقى عندك عندي انا 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 في الغالب من وقت للتاني بعمل حاجات خليج، بعمل ده، ففي السنة دي برضو معروض عليا، فغالبا
هوافق على عرض منهم ان شاء الله. ان شاء الله. طيب مين معانا يا جماعه؟ طيب اللواء فيصل دويدار مدير امن دمياط. مساء الخير يا سياده اللواء. سياده اللواء مساء الخير يا فندم. يا نور. واضح ان حضرتك يعني في منطقه الحريق، قول لنا بالظبط ايه الوضع، ايه اللي حصل بالظبط؟ هو حاطين خط غاز واصل من بورسعيد مره بدمياط باتجاه المنصوره واتجاه مينا دمياط. الخط كله ده مدفون تحت الارض. في انفجار حصل في مكان الانفجار ده على سرعه بتاعه سرعه السلام تابع مركز دمياط. النار مشتعله، مفيش اصابات، مفيش تلفيات حتى الان، واحنا بنتعامل دلوقتي من خلال شركات البترول شركات الغاز. هذا الانفجار يعني عمل تخريبي ولا انفجار نتيجه مشكله ما تقنيه؟ حتى الان غير معلوم سيادتك، لان احنا في مكان البحر، النار مشتعله والخط كله مدفون تحت الارض، فاحنا لسه بنفحص رأي سيادتك يعني. طب هل طلبتوا من شركه الغاز انها تقفل الغاز عشان فعلا بالفعل تم قفل الغاز من بورسعيد ومن كافه المناطق، واللي موجود دلوقتي التصرف بتاعت الغاز. خط الغاز ده تابع لشركه ايه يا سياده اللواء؟ يا فندم تابع لشركه ايه خط الغاز؟ يا بقول تابع لشركة ايه يا فندم؟ اي شركة؟ شركة بتروجاز. شركة بتروجاز. طيب. طيب يعني نتمنى، هل وصلت قوات الاطفاء ولا انتم محتاجين طيارات؟ كله موجود يا فندم، قوات الاطفاء بتاعة الشرطة والقوات المسلحة، بس مفيش تعامل لان النار عالية جدا، فيكون التعامل من خلال الغاز. شركة غاسكو. غاسكو. طيب ده ما بيبقاش ساعتها الطيارات مثلا انها تطفي الحريق ده، بيبقى الطياره يا فندم هو الحريق في سرعه نفسها، سرعه السلام، ارض زراعيه يمين وشمال، ما فيش اي مشاكل من الحريق، احنا منتظرين بس لما الغاز يصفي خالص وهنبدا نتعامل معاه ان شاء الله. طب هل هتطلبوا من الناس، بتطلب من الناس ايه؟ انهم يبعدوا عن هذه المنطقه، تقول للناس ايه عشان نقدر نساعدكم؟ وبالفعل احنا كتداخليه عاملين كرتون، والناس بعيده والناس متابعه معانا يعني. بشكرك سياده اللواء فيصل دويدار مدير امن دمياط، وبتمنى يعني ربنا معاكم وان شاء الله تتحكموا في هذا الحريق اللي ما نعرفش لسه ان كان بعمل تخريبي ولا نتيجه يعني مشكله تقنيه. حاجات بنتوقعها وممكن تحصل ويجب ان نتعامل معها، الاهم انه ما فيش اصابات ولا خسائر بشريه، وده اللي بيهمنا. بشكرك. انا متشكره جدا لحضرتك، فرحانه ان انا كنت معاكي. انا كمان. وربنا يوفقك. وحقيقة أنا سعيدة أن أنت حكيتي للناس تجربتك، لأنه فعلا الشباب لازم يتعلم أنه إحنا بنبني نفسنا بنفسنا، وما تستناش وظيفة الحكومة، وما تستناش لما الدولة تشغلك، وما تستناش كل وفكرة بقى أنه إيه أنت بتحاسب بالناس ليه، أنت بتاخدي فلوس كتير. لا لا، أنت عايشة أنا من أسرة بسيطة، وإخواتي على فكرة مش ممثلين، إخواتي موظفين عاديين جدا بيعانوا كما يعاني المواطن العادي، وأنا معاهم وحاسة بيهم. وأنا كمان. أنت وصلتي لمكانك ده بشغل وتعب. ما أنا مش عايزة أقول سني كام، لان انا وصلت له بعد سنين كتير جدا جدا، والحمد لله. يعني فكره انك تبقى بس الحمد لله مش محوج، دي نعمه من النعم، من نعم ربنا. بس انت اشتغلتي كتير عشان توصلي طبعا. هو ده الفكره اللي احنا عايزين نقولها. متعه متعه انك تشتغل كتير عشان لما تحقق تبقى مستمتع بنتيجه تعبك. وجمهورك بيحترمك وبيحبك. وانا بحبك واحترمك جدا. اشكرك. وانت حد من الناس المهمين اللي يعني بنبقى ضيوف معاكي كل يوم. اشكرك شكرا جزيلا. اللي بيفكر خارج الصندوق هو دايما اللي بينجح. نشوى فكرت خارج الصندوق، هي صغيره جدا، راحت العتبه وما اتكسفتش، باعت وجبات واكل. كنت بتطبخي كويس يا نشوى؟ لا، ماما هي اللي كانت. ماما برضه. ماما نحيي ماما طبعا حبيبتي، ربنا يديها الصحه والعافيه. ببوس ايديها، ربنا يخليها. لا بتخيط ولا بتطبخ زي بالظبط. بشكرك نشوى مصطفى. ونخرج فاصل، هنتابع الحريق دمياط، لكن بعد الفاصل الزواج المدني معادلة صعبة جدا في مصر خاصة بالنسبة للأقباط.